وسهلا المشاهدين، رجعنا لكم من جديد. ودائما المواضيع الفنيه تسوي جدل بين الناس، ومهما كان الموضوع لازم ناس تكون مع وناس تكون ضد، ولكن دائما نخلي النقاش للاختصاص. وزي ما تعودتوا في هذا الوقت من كل اسبوع بيكون عندنا فقره ترندنج عشان نتكلم بالتفصيل عن مواضيع فنيه تشغل الرأي العام. وهذا الأسبوع معنا بسنت شمس الدين، يسعد صباحك. وفاجعة الانفجار في لبنان أكيد كان لها صدى كبير بين نجوم العالم العربي. أكيد طبعا، قبل أي حاجة صباح الخير ليكم والجمهور، صباح الخير يا عرب. وأكيد حابة أوجه تعازينا الحارة طبعا لشعب لبنان، لأهالينا، أصدقائنا، زملائنا اللي موجودين هناك. وهي فعلا كانت فجعة كلنا يعني تفاجئنا بيها، ولكن أنا عندي تفاؤل كبير أنه إن شاء الله يا رب اللي جاي أحسن، وإن شاء الله الشعب اللبناني عارفين قد إيه شعب قوي، شعب مناضل، بيحب بعض، بيدعم بعض. واكيد مش بس لبنان، يعني الوطن العربي كله قلوبنا مع الشعب اللبناني. اكيد. فدي طبعا كانت بدايتنا النهارده. وفي فيديو احنا محضرينه لمشاهدين صباح الخير يا عرب، رد فعل غالبيه النجوم من الوطن العربي ان جنرال، كان رد فعلهم على الحدث ايه بالظبط، هنشوفه دلوقتي مع بعضينا. قلوبنا مع بيروت. أكيد. زي ما قلنا من شوية، ولسه طبعا مكملين كلامنا عن بيروت. عايز تقول حاجة؟ والله أنا يعني إحنا نقول أنه راح يكون حديثنا عن برامج المواهب وكل البرامج اللي يعني انطلقت وطلعت نجوم، هي كانت من 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 بيروت. وكثير من الفنانين بدأوا رحلتهم الفنية الناجحة من بيروت. صحيح. يعني اسماء كثيره، في فعلا نجوم كتار ظهروا من برامج المواهب. وانا حابه اتكلم في النقطه دي، يعني لانه في ناس دايما بتبص للجانب السلبي وبتنسى الجانب الايجابي. احنا لو بصينا على الساحه الفنيه في نجوم كبار، منهم وائل كفوري، نوال الزغبي، محمد عساف، جريني، جميله، احمد جمال، كارمن سليمان، عدد كبير جدا من النجوم. ودايما بيقولوا ان البرامج ما بتظهرش، يعني ما بتصنعش نجم، ولكن احنا بنشوف انه في نجوم صف اول في الوقت الحالي من اتخرجوا من برامج المواهب. بقينا احنا بنتكلم كمان عن بيروت النهارده. هيكون معنا ضيفتنا على الهواء الفنانة كنزة مرسلي، هي فنانة جزائرية تخرجت من إحدى برامج المواهب طبعا من بيروت من لبنان، وهي المفروض هتكون معنا النهاردة عشان نتكلم معاها أكتر كمان عن أغنيتها الجديدة. مساء الخير يا كنزة. صباح الخير بتوقيتي يعني. صباح الخير يا كنزة، نورتينا النهاردة أكيد في صباح الخير يا عرب. بنوركم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أنكم خليتوني أشارك معكم في يوم مثل هذا، في موضوع مثل هذا أولا يخصني. وبالمناسبة حبيت يعني نعزي كل ضحايا، كل أهالي الضحايا اللي خسرناهم واللي خسرهم الوطن العربي وخسرهم لبنان البارح إثر الفجعة اللي حصلت، اللي بصراحة صدمتنا كلنا. ربي معاهم، والله يعني الشعب اللبناني بصراحة ما يستاهلش هذا الشيء اللي راهو يصير، لكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل شيء. طيب كنزة، النهاردة احنا بنتكلم معاكي، انت واحدة من النجوم اللي اتخرجوا من بيروت، احدى برامج المواهب في بيروت، والنهاردة بقيتي نجمة من نجوم جيلك، وطبعا عندك عدد كبير من الفيديو كليبس، الاغاني اللي قدمتيها لجمهورك اللي بيحبك. فالنهاردة بنتكلم عن اغنيتك الجديدة غلطة زمان. عايز اعرف منك تفاصيل اكتر عن الاغنية، وفي نفس الوقت كمان عايز اعرف اختيارك للوقت ده بالتحديد انك تنزلي فيه الاغنية. والله الاختيار كان منذ فترة، يعني أنا الأغنية كانت عندي مثل ما سبق وحكيت، كانت عندي من فترة يعني قبل كورونا وقبل الحجر وقبل رمضان،
فكنت رح نزلها قبل رمضان، لكن مع الظروف ما سمحتش انه نزلها قبل. حتى بعد يعني انا كنت شوية ضد فكرة اني انزل في هذا الوقت اللي رانا فيه، لكن كنت عارفه دائما الجمهور يطالب باعمال جديده وطالب، فقلت ما دام الاغنيه موجوده يلا ننزلها. وعملنا لها فيديو بسيط على طريقه الليركس فيديو ونزلت. طيب كإنزا كلميني شوية عن اختياراتك في الأغاني بشكل عام، يعني احنا بنشوف معاكي كل مرة بتقدمي أغنية مختلفة، ستايل مختلف، حتى اللهجات أوقات يمكن نقدر نقول اللي بتختاريها شوية مختلفة، فكلميني برضو عن الموضوع ده. بصراحة هذا الموضوع أنا فيه، أنا دايما نسعى للتنوع، فنحب ننوع سواء في اللهجات سواء في حتى الستايل نفسه، حتى طريقة التوزيع. ممكن في بعض الناس يشوفوا أنه أنا نقوم بأغاني بتشبه بعض أو أغاني من نفس ستيل، لكن الناس اللي تفهم فعلا في الموسيقى رح يشوفوا أنه لا، ما مش نفس الموضوع، لا في اختلاف سواء من طريقة التوزيع سواء في الكلام سواء في اللحن سواء في اللهجة أحيانا. طيب كنزة مين بيساعدك في اختيار الأغاني؟ يعني بالتحديد غلطة زمان نقدر مثلا نقول أغنية مختلفة نوعا ما شوية عليكي، فمين اللي بيساعدك في اختيار الأغاني، الكلمات، الألحان بشكل عام؟ والله أنا أولا نعتمد على إحساسي، يعني كأول شيء، يعني أول ما نسمع الأغنية نحبها ونحسها، ولو ما نحسهاش أكيد مش رح نختارها. ويعني المحيط اللي حواليا طبعا يساعدني، ونحب ناخذ آراء الناس اللي حواليا، اللي منهم والدتي أخواتي في البيت، يعني حتى الناس اللي برا المجال، يعني مهم جدا تاخذ رأي الناس اللي برا المجال، لأنهم هم الجمهور، هم اللي يسمعوا. كنزة نصبح عليك بالخير. أنا دائما إحنا نشوف إنه كثير من الفنانين اللي طلعوا من برامج المسابقات يعني تموا أسرى لهذه البرامج. صح. بالنسبة لك كيف قدرتي يعني تكسرين هذا الشيء اللي تعودنا عليه مع كثير من الفنانين وكونتي خط خاص فيك؟ اولا هذا الشيء يرجع للشخص في حد ذاته، لازم يكون عنده طموح. يعني انا من الاول، من قبل ما ندخل على البرنامج مواهب، انا كان عندي طموح اني احترف، اني اصير فنانه، مش طموحي ما كانش متوقف طموحي عند البرنامج او عند حدود البرنامج. لا انا البرامج او برامج الهوات كانت بالنسبه لي وسيله لاوصل للناس، وبعدها الواحد يبتدي مشواره بعدها يعني كما يقولوا الاساس هو لما يجي بعد البرنامج مش البرنامج فيه. يعني البدايه حقيقيه بعد البرنامج، على الجهد على الطموح. طيب ايش اللهجات اللي انت حابه؟ طبعا على طموح الانسان. ايش اللهجات اللي حابه تغنين فيها ان شاء الله في الاغاني القادمه لك؟ اللهجه، والله انا لو تجي لي نحب نغني بكل لهجات، يعني ما عنديش حدود معينه، حتى لغات، يعني مش فقط لهجات، يعني ممكن بس اللهجات العربيه ممكن. يعني مثلا بالنسبه دائما نشوفون كلها. نعم. هي كنزة متفوقه قوي في المشروع عليها، يمكن حاجه من اللي بتميزها. المصري اللبناني، يعني كله تمام. حلو. طيب كنزة كمان عايزين نسألك النهاردة، أكيد طبعا يعني في وسط الظروف اللي احنا بنمر بيها أكيد حابة توجهي غير كلمة لشعب لبنان، حابة توجهي لهم حاجة تانية، فحابة تقولي لهم إيه النهاردة؟ والله التعبير صعب 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 في 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 مواقف مثل هذه، وخصوصا انا يعني ما قدرش ما نعرفش نعبر. يعني مثلا البارح كل اصحابي وكل الناس اللي نعرفهم في لبنان، سواء ناس اشتغلت معهم سواء ناس جمعتني بهم علاقه انسانيه، والله يعني كلهم طمنت عليهم، وما عرفتش كيفاش نعبر لهم، ما عرفتش وش نقول لهم. يعني قلبي معاكم والله يعوضكم خير، خصوصا الناس اللي تأذوا. يعني انا نعرف ناس يعني بيوتهم راحت تماما، فربي معاهم وربي يعوضهم خير قريبا. آمين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. امين. طبعا كنزة اكيد احنا بنشكرك في النهايه طبعا، وبنتمنى لك كل التوفيق في كل اعمالك اكيد اللي جايه، وبشكرك جدا على لقائك. وممكن نختم معاكي باغنيه بسيطه جدا للبنان؟ اكيد لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة
كأنها وجه بحار قديم هي من